أول غيث الاجتماع بين مسيحيي الرابع عشر من آذار والبطريرك الماروني بشار الراعي أمطر تفاؤلا أوليا لدى أركان هذه القوى الذين ناقشوا المبادئ العامة والأساسية للمواضيع السياسية الراهنة الأكثر حضورا على الساحة في لبنان والمنطقة، أبرزها الموقف من الأزمة في سوريا وسلاح حزب الله. رئيس حزب الكتائب أمين لجميل أشار إلى أن قوى الرابع عشر من آذار تحضر ورقة داخلية تحدد موقفها من هذه الأمور. اللي سمعناه من غبطة بطريرك كان كلام واقعي وكلام ممكن يتأسس عليه، وكذلك الأمر موضوع الوضع السوري وانعكاس الوضع السوري على الوضع اللبناني، كل هذه ملفات معروفة كانت تخلق بعض الإشكالات بظروف معينة، فبتأمل أنه كل هالأمور هذه اليوم على الأقل فيني أقول أنه فتحت باب لحوار بناء، حوار ودي يؤدي إلى النتيجة المرجوة. فينا نقول أنه رجعنا للخط الصحيح والتواصل، وكانت الأجواء بين الجميع كانت ودية، وإذا كان في من غيمة صيف فالغيمة الصيف تبدلت. النائب بطرس حرب أعلن بعد الاجتماع أن سوء تعامل مع التصاريح التي صدرت عن الراعي تبين بعد الكلام مع غبطته، موضحا أن الزيارة تأتي لتطوي صفحة من الالتباس وسوء تفاهم بين صاحب الغبطة ومسيحي الرابع عشر من آذار. وضح غبطه المواقف التي نسبت إليه والتي نسبت إليه خطأ، والتي قال صاحب الغبطة بالسابق أنه وضحها هو، رجع أكد على التوضيحات التي أدلى بها صاحب الغبطة، وبالتالي هذه التوضيحات تلتقي كليا مع ما نؤمن به وما ما نعمل له. في حكمة بهالظرف أنه موقع بكركي التاريخي والوطني يبقى فوق كل الصراعات ويبقى فوق كل الخلافات، ونحن طبعا بصدد هلأ الأفكار اللي حكينا فيها أنه ننظمها بمذكرة بعيدة كليا عن الإعلام، ونرجع نعمل جلسة معه من مثل ما بيقولوا من القلب للقلب. وأنا بدي أقول فعلا كانت جلسة تاريخية اليوم. كل ما سنقوم به هو أن نقدم ورقة سياسية تبرز وجهة نظرنا بشكل كامل، انطلاقا من الثوابت اللي نحن عم ناضل من أجله. الوزيرة السابقة نيلة معوض أكدت عدم السماح بالخروج عن المبادئ السياسية الأساسية، لافتة إلى أن قوى الرابع عشر من آذار ستسلم هذه المبادئ إلى البطريرك وستكون مستوحاة من الدستور.